ضغط تهديدات عودة العالم للشلل الاقتصادي في ظل زحف الموجة الجديدة لفيروس كورونا، تترنح أسعار الذهب الأسود منهية تداولات أسبوعية متقلبة على وقع خسارة في المكاسب للأسبوع الرابع على التوالي وضع وبائي هش أعاد سيناريوهات فرض الإغلاق الشامل للواجهة بشروع أولى الدول الأوروبية على غرار النمسا في تطبيق إجراءات العزل العام خيار جذري بتبعات اقتصادية باهظة وتداعيات محتملة على أسواق النفط التي تهدد بنسف انتعاش أسعار النفط على خلفية عودة تخمة المعروض للسوق بتوقف عجلة نشاط الاقتصادي العالمي مخاوف خيمت سريعا على اسواق النفط العالميه بتراجع سعر خام برنت القياسي العالمي الى ادنى مستوى لها منذ مطلع اكتوبر الماضي بفقدان مزيج بحر الشمال نحو 4% من قيمتها في تداولات الجمعه لتصل الى 78.39 دولارا للبرميل. في حين تم تداول خام تكساس الوسيط للقياس الامريكي عند 76 دولارا للبرميل بخساره تجاوزت اكثر من 3% ما يعادل 4 دولارات في جلسه تداول واحده. تهديدات تتزامن مع مساعي كبريات اقتصاديات العالم لسحب مخزوناتها الاستراتيجيه من الخام لتهدئه اسعار الطاقه. في تحرك منسق تقوده واشنطن ضمن محاوله اداره بايدن احتواء الارتفاع القياسي في اسعار البنزين في الولايات المتحده الامريكيه